استاذ انور تحياتي لك. جاهز اتصال قناه التلفزيون المحترم. حياك الله استاذ ابي رحجي، يا مرحبا. استاذ انور علو الصوت، سمعتني انه شويه اشتغلوا عدل يا جماعه. استاذ انور نعم تفضل، تحملني شويه، فريق اليوم مو على بعضه. اي لا عادي. استاذ انور، بخصوص المواطن النزيل اكرم محمود رشيد محمد، هذا طلب رسمي للوزير والهامش واضح يعني بالطلب، انه وجه بنقله الطلب يرومون في اهله، يعني والدته امراه كبيره بالسن، انه يعني طلبت بالطلب انه نقله لاحد سجون بغداد، اما سجن بغداد المركزي اللي هو التاجي او سجن الكرخ المركزي سجن المطار كروبر. فاليوم متفاجئين انه توجيهها على سجن الناصريه المركزي، يعني سجن الحوت. يعني هو لو باقي مثلا بالكفل يمكن افضل لهم، هسه انتلف للناصريه، يعني باكر او بعد باكر انه يتسفر حسب ما وصلني. مكملين الكتاب مالته، ووالدته يعني قدمت الطلب، والسيد معالي الوزير وافق على الطلب وكتب اجراء اللازم، ولكن انا سبق وان قلتها اذا تتذكرها باحد الحلقات، قلت لك انه بعض الاحيان يعني حتى الوزير ما يقدر يسيطر على الامر، يعني هو طلب. وللعلم استاذ انور يعني هو منتهي محكوميته باقي له سنه او اقل من سنه يعني ويخرج. زين هذا من يروح للحوت بعد شنو مثلا، شنو اللي طلع بعد؟ هو من اسمه حوت ومعروف، معروف وضع سجن الحوت شنو. تمام. فهذا الامر الاول. اما الامر الثاني بخصوص سجن الاعمار المركزي، يعني السجناء حق الرد مكفول في استوديو 185 يكتبها على السريع. وصلوا مرحله قاموا يتصلون شخصيا بالوزير، يا معالي الوزير الحقنا، ترى حسن كريم عليه ويجي يعني بعد لقطات الوزير بالسجن العمارة من واقف طلعوا له اللقطات. إيه؟ يعني بعد الزياره بس طالع الوزير ثاني يوم الصبح مباشره بعد زياره الوزير وزير العدل، هو من البصره توجه للسجن العماره، بعد خروج وزير العدل قاموا بتعذيب النزلاء والتنكيل بهم والسب والشتم والى اخره من الالفاظ اللي ما تلفظ. بحق الوزير وبحق من يطالب بحقوقهم، ونصفا هيك يعني حتى على قناه الفلوجه وعلى الحمله وعلى غيرها وعلى غيرها، احنا ما نريد نشخصن الامور. لا نشخصنها، لا والله ارجع لين شخصنها، والله اشخصنها اللي شخصنها. دقيق استاذ امير، اللي شخصنها اشخصنها علي، هو محسن مني، هو مواطن وانا مواطن، اي شخصنا علي. والله استاذ يتحداني بالقانون، اتحدى بالقانون، احنا مو ضعفاء الشعب. لا 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 لا, 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 لا دقيقه يرحم والديك، دقيقه يرحم والديك، انا ملتزم بضوابط هيئه الاعلام والاتصالات. اي شخصنا علي يحترم الوطن احترمه، لكن يتجاوز اتجاوز علي، واللي يتجاوز علي لا 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 دقيقه اللي يتجاوز علي بكلمه ما يلوم الا نفسه هو والمسؤول مالته، خاف ما يدرون. اللي يتجاوز كلمه ما يلوم نفسه الا هو والمسؤول مالته. تفضل كافي عبالهم، سكتنا ضعفاء لا مو ضعفاء. احنا نطلب من وزير العدل انه الاجراءات اللي يوجه بها خليه يشون بها، يعني نزيل هسه انت موقع على نقله، انت وزير عدل راعي رسمي لدائره الاصلاح. خلاص الوزير اللي يعني ما يسمع كلامه خليه يستقيل، الوزير اللي يوجهه ما يسمع كلامه خليه يستقيل، الوزير اللي ما يسمع كلامه من يوجه خليه يستقيل. يا رئيس الوزراء، اذا عندك وزراء ضعفاء غيرهم، وإذا عندك وزراء أقوياء ساندهم. يا رئيس الوزراء حط صوت رئيس الوزراء، الوزير الضعيف قاعدة بالبيت، الوزير الضعيف قاعدة بالبيت، الوزير الضعيف قاعدة بالبيت، نقطة على السطر، القوي سانده أيا كان، شلع قلع هيشي، ولا حالك حال قبلك رؤساء الوزراء يدارون خواطر، ماكوش اسمه إدارة خواطر.